ليس هناك متسع من الوقت للتطرق إليها مجددا. الموعد الآن مع الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بحضراتكم جميعا. والحقيقة أن مداخلتي تتناول في الحقيقة موضوعان. الأول استشراف المستقبل، وهذا فيه عدة موضوعات ربما أهمها وسأقتصر عليها، وهي الواجبات اللازمة على الحركات الإسلامية لتجاوز تحدياتها الداخلية الحالية واشتباكها مع التحديات الخارجية. والأمر الثاني هو رؤيتنا لاستكمال ثورة يناير باعتبارها حجر الزاوية في تخليص المنطقة العربية من الاستبداد والفساد. وقبل أن أبدأ في الحقيقة لي عدة ملاحظات على المشاركات أو المداخلات منذ أمس وحتى اليوم، حيث هناك ملاحظة جوهرية وأنه خيم على كثير من المشاركات نعي الثورات العربية. وفي الحقيقة أنا لا أرى تماما أن الثورات العربية قد توفيت، بل بالعكس هي في مرحلة تستعد لانطلاقة أكبر من المرحلة السابقة. وتصور أن هذا الربيع قد ولى هو تصور غير صحيح، بل أنه أسس لحالة عربية لا يمكن تجاوزها مهما استخدمت كل وسائل القمع، حتى لو كان هذا القمع استخدم الأسلحة النووية. الأمر الثاني أو الملاحظة الثانية عن مشاركات الأمس واليوم هو أن بعض المشاركات دعت صراحة الإسلاميين إلى التكيف مع الدولة الوطنية ولو على حساب الهوية. والحقيقة أنه كيف تكون ليبرالية وتجبرني وتلزمني أن أتخلى ليس عن هويتي ولكن عن هوية الغالبية الساحقة من المجتمع. نتفق على كيفية تطبيق الهوية أو ما هي الإجراءات العملية لتفعيلها في المجتمع والدولة، أما أن يبدأ الخطاب بتكيف الإسلاميين مع الليبرالية بمعنى إلغاء هويتهم، طبعا في رأيي هذا إلغاء للليبرالية في حد ذاتها. كما يطالب من الإسلاميين الاعتراف بحرية التفكير والفكر عند الآخرين، في ذات الوقت يطالب من الإسلاميين أن يغيروا أفكارهم حتى يتوافقوا مع الآخرين. يبقى كيف يكون حرية للفكر وتكون أول قيدها هي مصادر التفكير الإسلاميين في الساحة. الملاحظة الثالثة، مع تقديري لتحميل كثير من المشاركات للإسلام السياسي لنجاح الثورات المضادة الحالية والعاتية، لأن التيار الإسلامي في رأيي هو التيار الأوسع انتشارا والأكثر تنظيما، والذي كان يجب أن يحمل على عاتقه ثورات الشعوب إلى منتهاها ويقهر من خلال حركة الشعوب تلك الثورة المضادة أو الدولة العميقة ودولة الاستبداد. لكنه في الحقيقة أخطأ أخطاء جسيمة، لكن هذه الأخطاء ينبغي ألا تنسينا تلك الأخطاء الدموية المتوالية من الثورة المضادة ومن داعميها، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. الملاحظة الرابعة وهي مرتبطة بالملف المصري، واضح أن الملف المصري كان حاضرا على مدى كل المشاركات، وكان يتم الاقتراب منه بكثير من الخوف والتوجس وكأن الأمر حسم في مصر للثورة المضادة. لا، أنا أطمئنكم وأبشركم أن في مصر الآن جيل من الشباب ربما لا يتخيل أحد أن هذا الجيل رافض لكل أشكال الاستبداد والفساد، وينتظر أن تتاح له لحظة واحدة يغير فيها هذه الأوضاع. ثورة يناير من وجهة نظري في مصر هي ثورة تاريخية على مدى 7000 سنة في مصر، أسست لقواعد جديدة للحياة السياسية في مصر لا يمكن تجاوزها، دفنت أو أنهت حكم الفرعون، ويبقى أن يدفن هذا الفرعون في وقت لاحق. لكن لا أتصور أن يتم استقرار الثورة المضادة أو حكم نظام سلطوي استبدادي فاسد مهما استخدم كل أسلحته ومدرعاته ودباباته وتزرع بكثير من مراكز التطرف في العالم واحتمى بإسرائيل وغيرها من الدول. عن مشاركتي اليوم، الأولى تتعلق بأهم الواجبات اللازمة على الحركات الإسلامية لتجاوز تحدياتها الداخلية وأيضا اشتباكها بشكل فاعل مع التحديات الخارجية. تبدأ في الحقيقة
بالعمل على بناء مشروع سياسي قادر على إعادة بناء مجتمعاتنا وترشيد النظم السياسية التي يجب أن تحكم فيها ومواجهة التحديات الداخلية التي تواجه الحركات والمجتمعات. والثاني هو وقاية المنطقة من الأخطار المحدقة، وفي نظري أن المنطقة مقبلة على أخطار كثيرة، جزء كبير منها مخطط ويراد له أن يحول هذه المنطقة إلى أشلاء متناثرة. في ضوء هذين المحورين، في رأيي أن التحديات أو الواجبات اللازمة على الحركة الإسلامية تبدأ بالواجب المفتقد، وإن كان الإسلاميين يعني تفوقوا على غيرهم فيه، وهو واجب النقد الذاتي والمراجعة. هذه ضرورة، وهذا وقت المراجعة كما قال الدكتور خليل لا أتصور أن يؤجل تحت أي ذريعة أو أي سبب من الأسباب، ولا سيما أن الأربعين سنة الماضية الحركات الإسلامية نجحت في مجالات ربما أسميها في نجاح على المستوى الاجتماعي أو احتلال مواقع مهمة على المستوى الاجتماعي، لكن هناك فشلا كبيرا على المستوى السياسي وكيفية توظيف هذه القدرات الاجتماعية في إحداث تغيير سياسي في المنطقة العربية كان يجب أن يحدث. كذلك هناك حاجة ماسة لتقديم هيكل جديد للقيادة. في رأيي أن الجيل الذي قاد 40 سنة الماضية استنفذ أغراضه وأدى ما عليه وهو مشكور، لكن يجب أن يتقدم جيل جديد يقود الحركات الإسلامية نحو أهداف أخرى وأفاق أخرى والتعامل مع واقع آخر. في رأيي أن هذه الأجيال الجديدة، وأنا لست منها لأنني محسوب على الجيل التقليدي القديم الذي يمارس دور القيادة منذ 40 عاما، وإن كان معظم 40 سنة دول في السجون والمعتقلات، لكن هذا الجيل يجب أن يترك مساحة لجيل آخر. في رأيي الجيل ده أذهلنا في 25 يناير، مين كان يتصور وفق الأطر التقليدية للممارسة السياسية ولقواعد التغيير في مصر أن يسقط نظام مبارك؟ هذا النظام لم يسقط وفق أفق التفكير التقليدي القديم، بل بأفق جديد فرضه الشباب الإسلامي والليبرالي، الذي في رأيي أنه تملص وتخلص من قواعد والمعادلة القديمة التي كان يفرضها الجيل القديم، ومن ثم هز بنيان الدولة العميقة وفكك صواميل الاستبداد. وحتى الآن في رأيي أن هذا الاستبداد لا زال يترنح وسيصعب إعادة هذه الصواميل مرة أخرى، ولكنه ينتظر جيل آخر أو أن يواصل هذا الجيل مسيرته ليكمل ويجهز على دولة الاستبداد. كذلك رأيي أن هناك ضرورة لأن تقوم الحركات الإسلامية بإعادة تقديم المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي الذي قدم في خلال 40 سنة الماضية ينقصه الكثير، ومن خلال التجربة والاحتكاك وبعد الوصول للسلطة أيضا ثبت أن هناك جوانب افتقار شديد. لابد أن يتم تقديم مشروع جديد يؤكد على العدالة الاجتماعية وينحاز للفقراء والمهمشين ويتوافق مع كافة مكونات المجتمع ويحرص على عدم تهميشها ويدافع عن حرية الشعوب وكرامتها، كما يؤكد على التواصل والتعايش الحضاري في مواجهة صدام الحضارات الذي يدعو إليه بعض المتنفذين في الغرب الآن. كذلك لابد من رؤية استراتيجية جديدة، وهذا برضو أحد عناصر الفقر لدى التيار الإسلامي، لم تكن هناك رؤية استراتيجية خلال 40 سنة الماضية، وأيضا خلال التعامل مع الربيع العربي كان الافتقاد الحقيقي للرؤية الاستراتيجية وأيضا للعقل الاستراتيجي الذي كان يمكن أن يدير مرحلة التحول للربيع العربي بكفاءة ويستطيع أن يهزم الثورة الدولة العميقة باقتدار، لكن هذا لم يكن متوفرا نظرا لظروف الميراث الطويل من الاستبداد وعدم تمرس وتدرب القيادة على الوعي الاستراتيجي ومن ثم قيادة الجماهير في مواجهة الدولة العميقة. أسباب كثيرة أدت إلى هذا الشكل. الآن أصبح من الضروري أن تكون هناك رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل المحمل بالعديد من المخاطر والتهديدات التي تستهدف وحدة بلادنا وتماسكها وتؤزم بانهيارات كبرى. على سبيل المثال، أنا في تصوري اللي يقرأ الثلاث سنين أو الأربع سنين الماضية وحجم الانهيارات والتصدعات التي تحدث في المنطقة العربية ويقيس عليها 10 سنين جاية ممكن ما يلاقيش منطقة عربية. هذه التصدعات والانهيارات أخطر مما لا يتخيل أحد، ويجب أن يتم استشرافها بشكل جيد ووضع تصور مكافئ أموازي للتعامل معها. وفي رأيي المتواضع
أن حجم الانهيارات الكبرى المتوقعة خلال 10 سنوات القادمة ستتيح مساحات للحركة كبيرة جدا لأي مشروع حيوي ناهض قادر على التفاعل مع الجماهير لإعادة رسم خريطة المنطقة مرة أخرى لصالح الشعوب وليس لصالح مخططات دولية تستهدف إغراق المنطقة في مستنقع التشرذم والفرقة والدماء والتيه والشتات. كذلك أصبحت الحاجة ماسة لدى الإسلاميين لنظرة جديدة للدولة وللممارسة السياسية وتجاوز كل تجارب الفشل في المجال السياسي على مدى 30 سنة تحديدا الأخيرة، وذلك في إطار السعي نحو المشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة التي يشارك في تأسيسها الجميع وتلبي طموحات الجميع. كذلك نحن بحاجة ماسة إلى تسييس الأنشطة والممارسات الإسلامية وليس أدلجتها، وهذا هو مكمن الخطر. فالأيديولوجيا الملزمة لمعتنقيها لا ينبغي أن تكون هي ذاتها أداة التواصل مع مخالفيها، وإلا فلن نستطيع إعادة بناء مجتمعاتنا التي خربها الاستبداد، بل وسيظل الاستبداد هو الفيصل والحكم في كل الخلافات. طول ما هذه الخلافات قائمة ما بين الأيديولوجيات المختلفة هيبقى الحكم في هذه المنطقة هو الاستبداد، وهو تمرس على لعبة الاستبداد والتفريق بين الأطراف السياسية ومن ثم بقاؤه متفرد. في هذا الإطار فإنني أدعو أولا إلى ضرورة تواصل الحوار بين الإسلاميين وكافة الأطراف والشركاء في الوطن على أرضية دولة العدل والقانون، وأن يأخذ هذا الحوار طابعاً مؤسسياً لا يرتبط بظروف معينة ولا بأشخاص معينين. وفي هذا الإطار يعني أتوقع أن يكون مركز الجزيرة للدراسات هو المؤهل لمثل هذه الدعوة لاستضافة هذا الحوار، وأرجو أن يكون هذا قريباً. ثانياً أن يمتد هذا الحوار ليشمل رؤيتنا للتعايش بين الحضارات والتي يجب أن نصدرها للعالم من منطقتنا التي طالما اتهموها بتصدير العنف والإرهاب. ثالثا من الضروري أن يكون الحوار بين الفرقاء على أرضية استكمال أهداف الثورات العربية، فهي في رأيي الأمل الباقي الوحيد لتصور مستقبل أفضل للمنطقة العربية. رابعا ضرورة العمل على إصدار وثائق مشتركة بين الفاعلين السياسيين في بلادنا على شتى اتجاهاتهم بخصوص النضال المشترك ضد الاستبداد والتصورات المشتركة للدولة التي يتعايش فيها الجميع. كذلك الحاجة الماسة إلى ميثاق شرف يلزم كافة الفرقاء السياسيين بعدم الانحياز للاستبداد أو التواطؤ على قمع الآخر أيا كان لونه السياسي، كما يجب نزع الألغام من ساحتنا السياسية بتطمين كافة الأطراف بأن الأغلبية والغالب بتبقى أغلبية إسلامية لن تكون صوتاً على ظهور الأقلية. وفي هذا فأقترح على الحركات الإسلامية أن تتعهد بأمرين: بقوانين تمنع استخدام الدعاية الدينية في المنافسة السياسية، وقوانين انتخابية تضمن مشاركة كافة الفرقاء السياسيين في العملية السياسية. أما عن صوت يناير فأتصور أن يكون لها وقت آخر لأن الوقت انتهى، وجزاكم الله خير. شكراً للدكتور طارق.